ورجعنا لكم مرة تانية على هواء مباشرة ومكملين معاكم. نهارك سعيد. ويمكن زي ما اتكلمت في بداية الحلقة عن يوم 13 فبراير، وده مهرجان كيكة حلوة يا بلدي. عايز اقول لحضراتكم ان المهرجان مهم جدا، لان المهرجان ده بيقدم كل الكيك ديكوريتورز في مصر، كلهم هيعملوا كيكس على شكل الآثار المصرية والمناطق المهمة كمان السياحية في مصر. فمتهيألي حدث مهم جدا، ومعانا كمان ضيفة عزيزة عليا جدا وفنانة، أنا أقدر أقول إن هي فنانة، اللي بتعمله فيه فن، مش مجرد بس إن هو كيك وحاجات حلوة وأكل، ولا هي الشيف غادة التلي والفنانة غادة التلي زي ما قلت إنه اللي بتعمله فيه فن. كمان معانا الشيف غادة السحيمي، وهي كمان مسؤولة عن معرض كيكة حلوة يا بلدي. صباح الخير ومنورنا، وأهلا بيك يا غادة. وأهلا بيك يا غادة. خلونا في البداية نتكلم عن مهرجان أو معرض كيكة حلوة يا بلدي. الفكرة جت منين، وإزاي الفكرة من مجرد فكرة كانت أونلاين اتجسدت وبقت فكرة حقيقية؟ الفكرة جت من غادة. أوكي. هي عايشة في كندا بقى ففاضية أيوة. فبتطلع بأفكار تحفة، فطلعت بالفكرة الحلوة دي وعملتها أونلاين، والفكرة نجحت جدا معاها، وأنا شفتها أونلاين الفكرة عجبتني، فدعمت يعني شجعتهم أونلاين إنه حلوة الكيك الفكرة وبرافو عليكي. فراحت هي بعتت قالت لي إن هي نفسها إن الموضوع ده يبقى حقيقة، فقلت لها أنا أهو والباقي بقى عندها. فعلا يعني احنا اول ما عملنا الفكره كانت اونلاين. بصراحه يعني كميه الكيك ديكوريتورز اللي في مصر اللي شجعوني عليها، يعني احنا كنا قاعدين بس على النت بنتكلم ان النيجاتيف انرجي اللي في الفيسبوك والفيدباك طبعا فوق الوصف. لا لا، وانت متخيله ان بره برضو يعني الكونسبت ده يعني صعب قوي، صعب ان انت تبقي قاعده بره وشايفه بلدك بتتشتم وبيقولوا لا ما تروحوش ولا او لا او لا. فساعتها قلت لهم طب ايه رايكم نعمل حاجه لطيفه لمصر وكده، كلهم اتشجعوا وعملنا حاجه حلوه قوي فعلا. وغاده تالي يعني بصراحه شجعتنا الى ابعد الحدود. غاده هي اللي عملت الحلم حقيقه تماما. انا كتبت كده، انا كتبت تحول الحلم الى حقيقه، يعني without her support ما كانش هيحصل اي حاجه. طب غاده قولي لنا ايه اللي هيحصل في المعرض ده؟ المعرض جميل قوي. جميل جدا. يعني احنا في معانا مراكز، اكبر مراكز تزيين تقريبا في مصر كلهم اشتركوا معانا. وبعدين المعرض ابتدى صغنن خالص، انه قلنا هنعمله هيشتركوا فيه الديكوريتورز بتوع الكيك وكده، بعدين لقينا شركات كبيره جدا عمالين بيخشوا رعاه، بعدين هيئه تنشيط السياحه، وبعدين فالحمد لله ما شاء الله كبر جدا وراحت على ما اشتركش فيه. طب عايز اعرف كم كيك ديكوريتور مشاركين معاكم؟ بصي المعرض قسمناه اوكي بيني وبين غاده من غير ما نقول لبعض، يعني من غير ما اقول لها ده الجزء بتاعك وهي تقول لي ده الجزء بتاعي. فموضوع الكيك ديكوريتور والاعداد بتاعتهم معاها. اوكي. كام بقى واحد؟ تقريبا 85 او 84 ديكوريتورز. اوكي. متقسمين 16 جروب، كل جروب منهم يعني 16 اللي هم الجروبس، والباقي كله ديكوريتورز لوحدهم، ومنهم واحده روسيه هتعمل معانا كيك برضه في حب مصر. كان في كمان اونلاين اجانب. في الاونلاين الاولاني. الاونلاين الاولاني تنسى. ايوه. الاونلاين الاولاني كان في كميه اجانب مش طبيعيه، في من كندا وامريكا وانجلترا شاركوا معانا، يعني عملوا كيك في حب مصر وشاركوا معانا وحطيناها ساعتها، حتى عملنا فيديو ونزلناه على الفيسبوك على اغنيه دليدا، عشان كده جه الاسم الحلو يا بلدي. في الايفنت ده ان شاء الله هيبقى في تقريبا 55 كيك بيجسدوا يعني احلى حاجات في مصر. الله. المناطق كله. بصي سواء مناطق اثريه، سواء مناطق طبيعيه، سواء افكار، عارفه يعني فكرتي عن مصر ايه، فبعملها بكيك. اهميته لتنشيط السياحه في مصر. بصي هقول لك حاجه، يعني طبعا هو احنا واجهنا صعوبات كتيره قوي في الاول قبل ما غاده تالي تتولى الموضوع ده، ان الناس مش يعني متخيله ان هو حاجه تافهه، بس الحقيقه هي ان انا ما فكرت ان كل واحد لو خدم البلد دي بالطريقه اللي هو يعرفها تمام بالظبط يبقى اوكي. فاهماني انا في ايدي ايه وانا بره بسمعش كلمه بلدي وبسمع النيجاتيف انرجي كلها، ان انا از كيك ديزاينر اعمل حاجه لطيفه. اوكي. غاده انت الجزء بتاعك بقى. انا الجزء بتاعي عارفه يعني انا اللي كده حضناه، يعني فاهم قصدي ازاي؟ فانا الجزء ان انا
اعرف الناس بيه لانه انا يعني في السوشيال ميديا وفي الحاجات طبعًا دي طبعًا. فانا اللي عرفت الناس يعني عرفت الناس بالفكره. جبنا السبونسرز الكبار كلهم اللي هم دعموا الايفنت في منهم دعموه ماديا وفي منهم دعموه ماديا ان هم بقوا رعاه طبعا بمقابل ان احنا بنحط اساميهم والكلام ده كله. وفي ناس تانيين دعموه معنويا لان هم اصلا ما بيدعموش ماديا بس أوكي. فكره ان اسمهم موجود في الايفنت ان ده معناه ان هم يعني معترفين مش معترفين يعني مقدرين الفكره. انتوا بقالكم قد ايه بتحضروا للايفنت؟ الايفنت تقريبا يمكن 3 شهور بس عملنا في 3 شهور والله حاجات كتير جدا. انجاز كتير جدا. يعني يعني بالليل بنقعد انا وهي مثلا بنتكلم في نصاص الليالي. ايوه بتلاقيني صاحيه وبلاقيها فاهمه يعني لسه صاحيين قاعدين بنعمل حاجات. لا بس اقول لك كمان معلش ما فيش واحده من الكيك ديكوريترز ال 84 اللي موجودين معانا ما بقالهاش اكتر من شهر وي بتشتغل في الكيك بتاعتها ودافعين مبالغ مهوله عليها. واو. لا طبعا احنا في انتظار الحدث المهم ده وبنحييكم عليه بجد وبنحييكم على الفكره. ما ينفعش يبقى معايا غاده تلي واحنا سعداء جدا بيكي هنا في التلفزيون المصري. انا اكتر وما ينفعش ما اقولش مشوارك ابتدى ازاي يا غاده؟ مشوارك لفن التزيين وفن الطهي عامه عشان بقول انه مش مجرد شاف انت فنانه. ربنا يخليك. لا والله فعلا وشغلك سابقك في كل حاجه فعايز اعرف بس سريعا ابتدى مشوارك ازاي وحبك والباشن بتاعك لحاجه بتحبيها قوي لحد ما حققتي حلمك. طيب بصي خلينا هو ابتدى على مرحلتين مرحله الطبخ ومرحله الحلويات والتزيين. بما اننا في حلويات والتزيين نبتدي بنقول الحلويات والتزيين. بليز. ابتدى وانا متغاظه. ابتدى وانا متغاظه قلت اجيب كيكه للولاد فلقيت الكيكه بما يوازي 2500 جنيه الكلام ده من 10 سنين غاليه قوي جدا فانه اتصدمت ليه يعني فروحت قلت قعدت طبعا قللت وفصلت وانت عارفه الحركات وبعدين في الاخر قلت انه مش هجيب تاني كيك من بره وانا هتعلم التزيين وهعمل لاولادي الكيك بعد كده. فنازله عادي بروح المحلات او دول يا جماعه عايزه اتعلم تزيين لا اكتشف في الفتره دي بقى انه تزيين الكيك ده سر حربي. اوكي. غير مصرح لك تعرفي عجينه السكر بتتعمل ازاي، غير مصرح لك تعرفي ازاي بتتشكل والبلد كلها ما كانش فيها غير 2 3 بيعملوا ومحدش عايز يقول لك ومحدش عايز يعلمني كده. طب انا هوريك استنوا على رحت على النت كتب 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 فيديوهات وعملت علمتي نفسك بنفسك يعني جبت كل الماتيريالز جبت كل حاجه من بره وعملت اول كيكه للولاد كانت كيكه فلينستونز يعني طفل. يعني هي صعبه انها صعب تكون اول كيكه ايوه بالظبط يعني ممكن دلوقتي تتعمل بس انه اول كيكه اعملها تكون فلينستون صعبه. ايوه. المهم عملتها وحطيتها في عيد ميلاد الولاد وخلاص كل ام داخله تدخل مش عايز تطلع اتفرج على البوفيه وكنت بقى عامله كراكمبوش وعامله حاجات بالكوكيز انا بحب الحاجات دي من زمان. أيوة. وبعدين الامهات قال ايه قال بياخدوا نمر تليفوني عشان يوصوا عايزين كيك عشان يوصوا واكتشفت في اليوم ده ان انا بقيت بياعه كيك ببيع كيك الله بس وابتدى بقى من هنا ورحت قلت بقى هعمل سنتر وتعلمي فيه الناس اعلم فيه الستات بس غيظا في اللي ما رضوش يعلموني فعشان كده بقول لك ابتدت بغيظ. لا بس انت جميله قوي يعني غيظ بوزيتيف يعني لا وبوزيتيف كمان وفكره انك عارفه اللي هو ايه دايما في ناس كده شريره تقول لك انفورميشن از باور انا اعرف الريسيبي وما اقولهاش لحد عشان انا الوحيده اللي ابقى متميزه لكن انت عديتي المرحله دي بكتير جدا انك قررتي انك تعلميها للناس يو شير ذا باشن ويو شير ذا نوليدج زي ما بيقولوا. طيب عايزه اجي كمان لحاجه ثانيه كتاب زعفران وفانيلا عشان ده برده حاجه مهمه قوي. الكتاب بقى هو بدايه الطبخ أوكي. بدايه مشوار الطبخ والتلفزيون لانه انا كنت دايما بعمل عزومات في مع جوزي يعزم اصحابه ومراتاتهم وكده كانوا كتير بيحبوا الاكل وانا كان كل عزومه بنعملها في البيت بتبقى زي امتحان يعني مصدق يقول لي عندنا عزومه انه بجد يلا وابتدي بقى الف وصفات وبستنى بقى اشوف ردود يعني كل بيبقى قاعد على الترابيزه الا انا قاعده عارفه عينيا رايحه جايه على الناس اللي قاعدين اول لقمه بس اشوف بس الرياكشن بتاع وشهم امتحان بس. وبعدين قلت ابتدوا يقولوا لي عايزين دروس طبخ بدأت عملت شويه دروس طبخ في البيت عندي بعدين قلت هعمل كتاب. بعد الكتاب رحت اشتغلت في قناه في الاردن قناه اردنيه طبعا معروفه جدا هي نمره واحد ومن بعديها رحت اشتغلت في سي بي سي سفره اوكي في سي بي سي سفره
والحمد لله. هايل يا غدا. احنا معانا كمان صور ليكي سريعا. دول من دروس تزيين الكيك عندي في السنتر. دول ده شغل الستات. تحفه. ده شغل الستات. تحفه تحفه. اوكي. وممكن يا جماعه ايوه بصي الكيكه دي بحبها جدا، عملتها يمكن كنت لسه في الاوائل بس بحبها ليه؟ لانها بتمثل ام، فاهمه قصدي؟ يعني تحت الست بتطبخ بائسه طبعا، وبعدين بصي فوق بتبص على اولادها، وما اعرفش ليه قررت اعملهم ولادي لان هم كانوا بيعملوا كده فعلا، والقطه بتاعتنا اهي يعني عيلتك ها؟ البقعه البني اللي ورا القطه دي زحلفه على فكره عشان احنا عندنا زحلفه. اللي فوق ده بقى هو اللي ما بيحصلش الميك اب والكلام ده اللي ما بيجيش اصلا. فانا بحب الكيكه دي قوي. اوكي. دي تاني كيكه اعملها في حياتي، فوتو كوبي عن كيكه على النت. دي طبعا عاملاها من 10 سنين، كنت لسه بقول ابي سي يعني. بس حلوه قوي كمان، فيها ديتيلز برضو حلوه وميرميد وحاجات زي كل ده انت عاملاه صح؟ بصي اول كيكه عملتها كانت الفلينستونز، ودي تاني كيكه اعملها في حياتي كلها. تحفه. طبعا لو اتعملت دلوقتي هتتعمل باتقان اكتر. ده السنتر بتاعي. وده الستات معاكي كمان؟ دول الستات واحنا بنعمل درس تزيين كيك ده، وكنت بحكم في مسابقه تزيين كيك لانه دلوقتي بقيت بطلب في التحكيمات يعني في مسابقات. والموضوع ده ابتدى ده انا وبرده سوري ده بحكم في مسابقه طبخ مع الشيف دعد برده بحبها جدا. ده لما رحت مهرجان الشرق استضافوني ضيفة شرف، وطلعت على محطة برضو فضائية. تحفة يا غدا. وكانوا قعدوا ياكلوا التشيز كيك. دي ده انا دي انا عاملاها من غير ما حد يعلمني خالص 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 يعني، برضو اتغاظت لاني مش عارفه. انا على طول متغاظه تقريبا. لا بس متغاظه انا بوزيتيف، وانك بتطلعي بعد كده ابداع يعني. فهي دي كلها من عجينه السكر معموله. تحفه يا غدا. بس انا لاول مره برضو حبيت اتقنها اكتر، فروحت اخدت عند واحده بصراحه، ودي كانت اول مره في حياتي اخد دوره في حياتي. الكلام ده لسه من 3 4 اشهر. اوكي. علشان خاطر بس اتقن شويه الوش لانه ما كانش عاجبني قوي. لا قد ايه فعلا الفنان المبدع او اي حد بيحب شغله انه يتطور من نفسه كمان. ده شغل الستات. طفع. عندي في السنتر عندنا احنا اتطورنا جدا في مصر كمان يعني. ايوه. ده برضو كانت عامله كلاس لتورة الافراح. المجال ده تطور فعلا. تزيين الكيك ده رسم بالشوكولاته يا لولو. الله تحفه. بالشوكولاته ها؟ قبل شوكليت. كله شوكليت وايت شوكليت وبني، وبعدين بني على ابيض بيدي البيج. تحفه. فطلع فعملت ام كلثوم. تحفه. من برضو الكيك اللي هيبقى موجود عندنا في ام كلثوم. ام كلثوم طبعا يا سلام مصري يعني. غدا هنا برضو دي حلويات لان السنه اللي فاتت رمضان كله عملت فيه حلويات، واتفاجئت بصراحه بالنجاح اللي نجحته الحلقات، انه قد كده الناس انبسطوا على كلها كانت حاجات جديده. اوكي. وحاجات سهله كمان. انا بعرف ان وصفاتك دايما إلسا دي برضو دي بتاعت فروزن. دي برضو نحن. تحفه. غدا الحاجات دي بتاخد وقت. دي بقى اول كيكه عملتها في الحياه. فلينستونز هي دي. دي اول كيكه. هي دي اول كيكه. ما شاء الله. دي وخدت منك كيكة. وقت قد ايه تفتكري ولا لا؟ يعني تقريبا 3 اسابيع، لان كل يوم كنت اصحى اعمل حاجه فيه يعني، الدراع مثلا والاطراف تتعمل في يوم. الدماغ مش عارف. اول مره امسك العجينه ما اعرفش عنها حاجه خالص. تحفه يا غاده بجد. لا مبدعه فنانه. ربنا يخليك. فنانه دي تبقى اول كيكه طبعا يعني. فنانه فنانه. طب انا عايز شايفين ان الكيك ديكوريترز وعامه الكيك ديكوريشنز تطور جدا جدا في الفتره الاخيره في مصر. في مصر يعني بطريقه مش طبيعيه. والسبلايرز كمان، ودول هيكونوا كلهم تقريبا موجودين معانا في المعرض في بتاعنا. معرضنا الجميل يا الله. ربنا معاكم يا رب وربنا يوفقكم. في عاطفه كده. ايوه بالظبط. كلهم موجودين هيكونوا في المعرض، وجايبين معاهم الحاجات احدث حاجات في عالم التزيين. دي حقيقه. وهيعملوا ديموهات كمان. بصي هو احنا ساعات برضو ما فكرنا في كده ان ده يبقى اول معرض متخصص للكيك في الشرق الاوسط ومصر، بحيث ان احنا كمان ممكن يبقى فتحه خير على مصر ان يبقى معرض زي معرض الكتاب. طبعا مش يعني هو مش هيبقى نفس المستوى الثقافي او كده. فني جدا جدا جدا. تمام. وبعد كده الحاجات دي على فكره ليه وورلد وايد. بالظبط ليه سوق يعني. انا اعرف ان في ناس ديكوريترز مصريين كانوا بيسافروا بره علشان ياخدوا كورسات. صح. بالظبط. بيحضروا الكيك انترناشونال اللي في انجلترا. فلما نعمل حاجه كده في مصر دي حاجه قويه جدا يعني بالنسبه لنا كلنا يعني. طبعا اكيد ربنا يوفقكم. لا الايفنت حاجه مهمه جدا، وفكره ان احنا يبقى عندنا ايفنت زي ده في مصر، وهيئه تنشيط السياحه كمان تكون مشاركه معاكم،
ده ايمانا منها باهميه وجود مهرجانات زي دي، بما ان احنا كمان عندنا تالنتس مهمه جدا جدا. وجود غدا التالي كمان معانا يعني الديكوريتر، بنشكرك بجد. بس عايزه اقول لك على حاجه، ان المعرض طول فتره المعرض المراكز دي هتقدم عروض تزيين مجانيه لكل اللي هيجوا باحدث طرق التزيين، هم هيعملوها للناس فور فري. فكل الستات اللي هيجوا هيكون عندهم فرصه ان هم يتعلموا الحاجات دي. طب ودعوه عامه؟ دعوه عامه. ايوه بقى بليز زود. ايوه بالظبط. دعوه عامه وهيجوا يشوفوا احلى ان شاء الله شغل من ديكوريترز مصريين. طب انا برضو مش عايزه الموضوع يخلص بعد يوم 13. يعني بالظبط ان شاء الله هيكبر. ان شاء الله مستمر. ايوه مستمر. هيكبر ان شاء الله ويكبر ويكبر. فهل في مثلا صفحه على فيسبوك الناس تقدر تتواصل معاكم؟ طبعا. وتقدر ان هي تكلمكم اللي عايز يشارك واللي عنده حاجه واللي عنده مش اقول انا طيب الايفنت الايفنت احنا الايفنت ينفع اقول بليز؟ انا اصل يعني ده بيجي على فيسبوك. على الفيسبوك كيكه حلوه يا بلدي، معرض كيكه حلوه يا بلدي. معرض كيكه حلوه يا بلدي، معرض كيكه حلوه يا بلدي، من فضلكم لو سمحتوا. معرض مهم جدا، ونتمنى ودي عزومه للمصريين كلهم وللستات المصريين كلهم ان هم يشاركوا، والاجانب اللي موجودين برضو بعد اذنهم. والاجانب هيجوا على فكره ان شاء الله. في دعوه قدام غدا. في وصفاتك دايما اللي بتعمليها دايما بتبتكري يعني بتغيري في الوصفات طبعا. ولا دايما في وصفات بتاخديها زي ما هي؟ يعني في وصفات باسم غدا التلي؟ باسمي لا، لانه ما فيش حاجه اسمها باسمها، هسميها النهارده كده، بكره هتيجي واحده انا حاطه معلقه ملح هتحط هي معلقه وربع. ما بتحصلش كده، خلي بالك انا ما بعرفش اعمل مكرونه. انا ما بعرفش اصلا اعمل مكرونه، فانا بسال على اساس انه لو في حاجات كده. انا انا بحب يعني بحب اقعد بالليل كده ومع نفسي وافكر في حاجات يعني. وبان يمكن الموضوع ده اكتر في الحلويات اللي عملتها في رمضان السنه اللي فاتت، انه كلها حاجات جديده بالظبط. ما هي دي الفكره، مع ده الابتكار وانك تخترعي حاجات. بس ان انا اسميها باسمي لا، ما بس كتير ببتكر. انا بحب، انا بعتبر شغلي في الطبخ وبالذات في الحلويات بالزبط. زي اللي بتصمم ازياء. ايوه هي بتعرف تصمم ازياء، انا بعرف اصمم طبق. ايوه شفتي بس الدنيا؟ لا هصمم صوابع انا كمان. انا كمان هصمم. لا بس تحفه بجد، لانه الحاجات اللي بتعمل زي ما قلت انت مش مجرد بس شيف جميله، لا انت كمان فنانه مبدعه. يعني الحاجات اللي بتعمليها مبدعه. لا والله ده بشهاده الوطن العربي، بشهاده المصريين كلهم. ربنا يخليك. وبشهاده كمان غدا، ان غدا كمان انت كيك ديكوريتر انت كمان يعني. صح. بس مش مالكيش دعوه بالطبخ ولا اي حاجه انت، بس ده الحاجه الوحيده اللي لا يعني تخصص كده بس. طب غدا احنا كمان عايزه اتكلم اكتر كمان عن الايفنت. انت بعد الساعه 6 في شيفات جايين. بالظبط. في شيفات محبوبين جدا هيكونوا موجودين الساعه 6 علشان يتواصلوا مع الناس اللي هتكون موجوده. فاي حد بقى عنده اسئله، اي حد حابب يتواصل معاهم، اي حد حابب ناخد معاه صوره نتصور مع كده يعني، هيكون الساعه 6. هايل. ففي مجموعه من الشيفات كبيره هتكون موجوده. و انا كمان الانترست بالنسبه لي او المميز جدا فكره ان هيبقى في دورات للتزيين مجانا لكل السيدات. دورات مختلفه. ودورات مختلفه زي ايه غير؟ يعني مثلا من 2 لـ3 مثلا ساره هتعلم مثلا ازاي تعملوا ورد. مثلا من 5 لـ6 نانو هتعلم ازاي تعملوا فيجرز. من كذا لكذا مثلا هيعلم، فهمتي قصدي؟ ايوه. فلانه هتستعمل مثلا، توريكوا ازاي تستعملوا احدث الوان في الاكل، ازاي تعملوها مثلا شيماء. في كتير، انا اسفه مش هقدر اقول الاسامي كلها لاني كتير جدا. انا لا كتير مش هقدر افتكر كل اللي هيعملوا الديموهات. بس معانا ديموهات رائعه لكل المجالات، كل واحده تقريبا هتقعد من نص ساعه لساعه الا ربع. هيخلصوا هنا هيلاقوا اللي جنبيها بتعمل، هيخلصوا هنا هيلاقوا اللي جنبيها بتعمل. وحاجات متخصصه جدا اساسا في الطبيعي بتتكلف الاف علشان حد يروح ياخد كورس فيها. دي حقيقه. الله جميل جدا. فانتوا جايبين لنا بقى الحاجات دي كل ده. وبسايد ذا فاكت المعرض زي عايزه يعني اتاكد قوي على المعلومه. المعرض هيكون هتشوفوا فيه شغل ما تشافش قبل كده ان شاء الله باذن الله في مصر. الله. بايدين مصريه. الله. الدخول مجاني. الدخول مجاني وبايدين مصريه. وديكوريترز ان شاء الله متجهين للعالميه
يعني صاروخ. صاروخ. عجبني قوي الباشن بتاعكم وعجبني قوي روحكم وما شاء الله رب keep it up وربنا يحميكم وينجح المهرجان لانه معمول فيه مجهود وغاده ما بتنامش وانت ما بتناميش ولا 24 ساعه بتحلم بالموضوع. دينا جنبي دينا جنبي في العربيه وانا طب ليه طب ليه بتهربي يا حرام بعدين اقفل معايا حاجه هيجننوني. ربنا يوفقكم بجد وبنتمنى لكم التوفيق. ومره تانية معرض كيكه حلوه يا بلدي موجود على فيسبوك الدعوه عامه لكل السيدات هتبقوا ديكوريترز هايلين وانا متخيله اكيد ان احنا هنشوف حاجات مبهره دي حقيقة. في الكيكس وفكره ان انتوا تعملوا الاثار المصريه او الحاجات المصريه بتاعتها السيده ام كلثوم او غيرها من الايكونز الموجوده في مصر فانا متخيله ان احنا هنشوف حاجات مبدعه باذن الله باذن الله. حلمكم ايه واخيرا حلمكم ايه لكيكه حلوه يا بلدي بما ان الايفنت اول سنه يتعمل السنه دي حلمكم ايه للسنه الجايه وحلم كل واحد فيكم الشخصي. انا حلمي انا حلمي الشخصي اول حاجه خالص بتبقى يعني صايد شخصي افرح باولادي ربنا يخليهم لك يا غدا وجمال ما شاء الله ربنا يخلي لي اهلي دي اهم حاجه عندي. بعدين بيجي الشغل طبعا عندك ولا كمان بيدرس علي بيدرس في سويسرا علي بيدرس طبخ علي أكاديمية. بيدرس طبخ بس اخذ مقلب عمره لانه هو داخل الاكاديمي فاكر ان هو يعني مستسهل دخل لقى بصي يعني مش سهل ابدا يعني طبعا طول النهار مرفوض هو طول النهار معلش عشان خاطر امك بس هنرجعك ربنا معايا يا رب وضع الواد في ثانيه في ثانيه نعم هو في عمان مش شايفني دلوقتي ما جاش معايا طب وحلمك على الصعيد العملي زي ما بيقولوا انه بس بتمنى انه اقدر دايما يكون عندي افكار اقدر اقدمها للناس والاهم انه تفضل الناس مبسوطه مني يعني لان هو طول ما الناس مبسوطه مني معناها ان انا قادره ادي تستمر فبس عايزه الناس تفضل تحبني ومبسوطه مني جميله يا غدا ربنا يكرمك اتفضلي. لا انا طبعا على الصعيد الشخصي طبعا ولادي وجوزي والفلكلور المصري الفلكلور المصري بتاعنا الاصيل الست المصريه الاصيله طبعا على الصعيد العملي يعني ان الايفنت ان شاء الله باذن الله ينجح باذن الله ويتكرر تاني ان شاء الله وان كل حد شارك فيه بحق تعبه فعلا يلاقي النجاح. الناس دي ما كسبتش خالص يا جماعه خالص دافعين من جيوبهم انا جايه من كندا على فكره انا بقول لكم الناس دي ما كسبتش خالص وخسروا ودافعين من جيوبهم بس عايزين الايفنت بس ده إيه؟ بس اسمعي ليه لان احنا عملنا كل حاجه بيرفكت اكسترا 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 يس عملوا كل يعني حتى هي تقول لي كفايه اقول لها زودي بس ودي على يدي انا جايه من كندا خربت بيتي انت سمعتيني وانا بقول لها خرب بيتنا يا رجل بالظبط شيف غادة تالي بشكرك وفنانة غادة تالي كمان لازم اقول مرة تانية ومبروك مقدما وربنا يوفقكم يا رب في الايفنت ان شاء الله. غادة السحيمي بشكرك جدا 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 وبشكرك على الفكرة اللي تحولت لحقيقة وان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله يا رب. كيكة حلوة يا بلدي على فيسبوك يا جماعة اوكي الايفنت طيب ميرسي جدا وبتمنى لكم التوفيق واحنا في كاميرا هتروح كمان تغطي الايفنت ان شاء الله احنا لازم نكون موجودين معاكم بدعمنا المعنوي البسيط لا وميرسي جدا لا والله بجد ميرسي ان انتوا نورتونا وشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله. فاصل سريع ونكمل معاكم اخر فقراتنا في نهارك سعيد فخليكم معانا.